بآخر مقطع لورد إكس بهدلني وربحني 3-0. اليوم مباراة الانتقام. نصيحة: لا تحرق على حالك المتعة وتنبأ تحت بخانة التعليقات النتيجة النهائية. نظام اللعب راح يكون بو 5 والخاسر ببند بطاقة للخصم. خلونا نبلش المباراة الأولى. بس سجلها يا عندك. هي مصحاني من النوم عشان ألعب معه. بيستغل ضعفي. عشان هيك في حال خسر لورد إكس إيش؟ حق علي، حق على النوم. ايوه صار 9 يا اخوان ترى، ترى بدي الساعه 9 10 الا ربع متاخر كثير. المهم هسه خلينا ما نحكي كثير، نركز في اللعبه. تمام، ري ماسكي طلعت من ايدي كره النار، هسه بتنزل البطيخ. بلطف يعني؟ اه عادي. تمام، تم الدفاع بسهولة إلى حد ما، ما تغلبنا كثير صح؟ تمام، شو معك؟ صح، مبدئياً إحنا ولا بطاقة مطورة. ممنوع استخدام البطاقات المطورة، واللي بيخسر أو اللي بيربح على الثاني الخسران بيحط عليه بان. يا مبروك 9000 كاس مبدئياً. الله يبارك فيك، أنت آخر واحد وصلت أه؟ يب، آخر يوتيوبر. وحش، يلا يلعب يا هيمو، لا تكون جبان. والله سريع يعني، برج راح اتوقع. والله عندي هجمه قويه لسه. هاي تشكيلة جيم اوفر الجديدة. هذا بني ادم عنده قدرة باختراع انزل التشكيلات اللي بتشوفها في حياته. برج راح حتى الوضع اسوء. يلعن، ندمت على الهجمة. ندمت على الهجمة. رحت كثير كثير مني. ما توقعت انك ترجع لي بهالقوة. ما علينا، مش مشكلة بسيطة. هون اتوقع انت اخطأت. انت في النصف الاول. هون انت اخطأت وخطا عملاق يعني لحد ما. لا. تمام. يلا كبرنا حالنا شوي. الدريمس كثير الصراحة بخوفه، ما راح انكر هالاشي. مرعبة. معك كأنه بس فاير بول معك. فعل القدرة، اوسخ تشكيلة في التاريخ، تشكيلة جيم اوفر. طاب من هون. هي ما كان لازم دفعت. دمج صراحة. وات؟ والله نحن دفعت حتى. لا أنا بس أنت رح تجيب البورد. أو ماي جاد، ثلاث اتجاه للمباراة الأولى. شو أنت من الدفاع؟ مشكور يا جيم أوفر، مشكور يا جيم أوفر على التشكيلة. دعم. إيش البطاقة اللي حاب تعطيها بان؟ يلا هيمو صار عليك توتر. طيب البان مع مشكلة، انا وعدت متابعيني 3-0 اساسا، 3-0 راحت منه. 3-1 جيدة. البان البان الفاير بول. الفاير بول تمام، انت بتقدر تستخدمها صح؟ كده تمام، ما في مشكلة، انا جاهز. هي راح ابات له. تمام، هيمو منع الفاير بول. كارثة الفاير بول لانه نص التشكيلات موجودة. 1-0 لك. يلا جاهز؟ راح افاجئك بهالتشكيلة. انت كل حياتك مفاجآت لي العادي يعني. راح افاجئك بهالتشكيلة. فيلا العب هي ولا تكون جبان. لا انا لسه كنت العب. يلا طب ماشي، هاي لعبتنا اول. بالون وشاري السكن الجديد، والله حلو. والله جميل صح؟ يعني آه، وانت كمان في عندك السكن الجديد. لا سكن احلى من سكننا. يلا هي ولا تكون جبان. ما راح العب. انت عم تلعب لا تكون جبان. مين حكى لك؟ انت تلعب بالون. هاي ايس جولم، مع انت اسمك ماينر ومعك بالون. ساحرة في ايدك. تمام، ايش معك؟ فاجأتني صراحة. طلعت شكلت اختراعية انا من الدلعبين. وهون انا سويتها بشكل غلط. لا حتى لو الساحرة راح تروح في الحدين اتوقع. تمام، ساحرة اليت باربيريان معناته ما في كرة نار. المنطق بيحكي، منطق بيحكي ما في كرة نار. خليني ارمي البرميل. تمام، معك مرآة كمان. بس صراحة كانت بيض من طرفك المرآة، ما حسيت بجيدة. لا صدق،
ليتس جو. طيب على اليمين يقرب تمام، ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله. حلو من طرفك، ما توقعت صراحه الريج راح نص البرج. اوه سباركي ايش معك؟ تشكيلات بيض يا مدير. ما علينا، ما تتنبأني. تمام فينيكس، ها فينيكس إليت باربيريانز ساحرة، يعني المنطادك الهوى إلى حد ما ممكن نحكي. تم نحن السباركي دفعنا. أوه إيش هذا؟ شوف الكيس ما عندنا. تمام، بس أتوقع بقدر دافع بسهولة. أتوقع نحتاج جميل فينيكس. تمام نضغطك من الجهة الثانية، ممكن يكون راح برجك لربما كيما لربما البرج طار. جدا كريهة. تمام ايش يا هيمو مالك؟ لا صار قبل. اوه حلوة 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 حلوة، لكن تم الانتصار في المباراة الثانية كمان. جميل. يلا هيما بدنا ريمونتادا، ركز. بيكون خرافي لو بتربح 3-2، خرافي لأبد الحدود. طبعا صح، إذا لحد الآن مش مشتركين في القناة شو بتسووا؟ اعط لايك واشتركوا في القناة. مالك متوتر؟ شغلت بلنجن. اوكي اوكي، ايش البطاقة الثانية اللي حاب تبندها؟ راح ابند لك اسهم. بندت لي الاسهم. تمام حلو، كذا اللعبة كثير متحسن إلى حد ما. ولا أنا اللعب كثير صار سيء بجوز؟ لا لأنه أنا صرت ألعب أهدى من الأول. توزيعك للبطاقات يا تمام، إذا جاهز يبقى الطلب. طبعا الحركة السوالية هي مدنيئة، منع لي كرة النار والأسهم عشان أطلع من إيد اللعبة. أبدا ما هي حركة أخلاقية، اللي هي ممكن نحكي تشكيلتي الجديدة. لا حرق أنا اخجل يا هيمو، إيش كرة نار وأسهم؟ لا حرارة قتل بالله. بويزن اعصار جريفيارد. اوكي سبلاش لا تلعب يا ممكن لربما. اوه تمام، حلوة من طرفك، بس اتوقع ما راح تغلبني كثير لهي الدرجة. اتوقع والله فيها ممكن لربما، ان شاء الله ما يكون معك سم انت. اللي جريفيارد اللي ممكن يكون يعني حسب التشكيل. يا زلمه مش ممكن عصر، خلاص جريفيارد ولا عارف انا جريفيارد. اوه اللافه النازل من ورا. وات لافه بدون كره نار وبدون اسهم. ما بويزون، ما هو هذا انت حرمتنا يعني، شو بدنا نسوي؟ ما انا لازم اعترف اني مش مرتاح العب لافه بهيك تشكيله، لازم اعترف بهذا الاشي. هي اخطائي. تمام، هاي المباراة مش متفائل فيها ابدا. ممكن على فكرة نروح برد. لا مش رح نروح برد حكي فار، بس انا معك اعصار، لكن كاني ضبطت المنطار. ممكن ضربة زيانة، ضربة زيانة. لا يا حرام. وراح البرج. انا كنت دفع على برج الملك، مش عارف شو كعملت لان المشكله لفه فبس منعوني عمل. يلا بسيطه، بس انه تلعب لا بجد ما فقدت العب جريفياد والله مع اعصاب. كنت رح العبه على شعره غيرته. لا يا هيمو ايش هذا؟ لا تلعب هاللعب الدفاعي. تمام ما ضل كثير وقت، 54 ثانيه. كم ضبطت؟ البومبا راح يعدي. انا يا اخي المباني تبعوني سيئين جدا بهالمباراة. خسرت اصلا، خسرت. لا حول ولا قوة الا بالله. بدا هيما بالريمونتادا ولا لا؟ شو تتوقعوا؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. لا خلاص راحت. على فكرة لو لعبت جريفيارد كان استفدت. انا لازم اتفلسف واغير، انا لازم اتفلسف واغير. يلا بسيطة 2-1 لحد الآن. تمام هسا لازم نركز شوي أكثر، ما بنسيب البخل هاي. تدخل برجع له صراحة. خلص هاي الثلاث انتصارات، هي الثلاث تيجان راح يجيبها. لا نمنع عشان الكرامة.
امنع امنع تعب تجين تجين مقبول الى حد ما يعني. اوكي 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 مقبول هاري من تعدد كمان. بس ايش البان سوين دي بان 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 البومب تاور. فاول بان الي البومب تاور وان شاء الله يكون الاخير. اول بان البومب تاور ايوه انا عرفت شو بدك تلعب. بومب تاور آه البومب تاور ممنوعه اكثر فخه بكرهها. انت ممنوع تلعب اسهم وفير بول بتعرف؟ انا ممنوع العب اسهم اسهم بطيخ وانت البومب تاور. يلا روح كيف 2-1. يلا هاي ممكن تكون المباراه الاخيره. يا هي ما بيربح هاي بنروح للفاصل يا بنتهي المقطع. جاهز؟ جاهز. بينما هي تشكيلة بعرف اتحكم فيها، بعتبر حالي ممتاز فيها. وانا كمان هاي كثير بس تمام حلو. رجعت كررت التشكيلة. كويس كنت متوقع يا زيد كنت متفرنا كنت متوقع هالشيء تكرر التشكيلة. فاحنا جبنا المقبرة. أو ممكن المنطاد الرجو حسب التشكيلة يعني تنفع كذا شخص. تمام تم الدفاع بشكل مقبول. حلوه منك هاي بس ما اشتغلت منيح. لا طلعت من اللي ثلاث كثير صح فاشتغلت لحد ما كنت حاب العبهم صراحه يعني. يلا كمان ضربه كمان ضربه كمان ضربه يا وحش يا اسطى. انت بالك اتوقع تلعب نايت قاعد انت بس النايت لو انك لو انه لعب مطور كان احسن لانه بيكون اصلا مطور المطور بهاي التشكيله شبه مستحيل تدافع ضده. صعب جدا جدا جدا. تمام نفوز لك البطيخ تبعك بهي الطريقة. انت اخطأت هون خصوصا اذا طلعت من ايدك بطاقة. تمام ننزل احنا الايس ويزرد من ورا. يي اخطأت انا. تمام النايت من عندك ايوه منعنا هالاشي. مثال جميل وما طلعت البيضة ممتاز. هذا الهدف انه ما تطلع البيضة. يلا يا هيمو يلا يا هيمو انت قاعد بتوتر فيا. انا بشجع فيك. يلا يا هيمو دعم. شكرا على البويزن هون. مالك لسكلتهم في اي لحظة او فارس. عرفت احترم اعصار فرميت انا الاعصار تبعي نفس الوقت عشان اصيد لك اعصارك. تعب كانت حركة احترافية ما بتقدر تنكرها. لا 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 حلو بس المهم هذا لا يضرب. لا لا ما بيضرب. تمام اتوقع طلعت من ايدك كل الكثير فشي جيد. ورا راح ترمي اعصار طلع مني كثير راح ترمي لا اوه وصل. والله ماني عارف كيف وصل هذا البطيخ بس والله وصل. تعادلتها تقريبا انت مش كثير يعني بس تظبط كثير الوضع الى حد ما. وصلوا كم سكيلتون طلعنا من ايدك البطيخ طلع من ايدك البطيخ الاكبر. ممكن يوصل في احتمال يوصل كان ما يوصل. هاي كمان هدية يا هيمو. عرفتك تنزل الفينكس فما في شيء يضرب تقريبا. مشكلة غلط اني نزلته انا للاسف يعني. لا بس دفعت بشكل خرافي على فكرة. فيها دقيقة بو. ما بقدر اسمح لك تبني هجمة لهالدرجة بس الحمد لله اني قدرت. فايشي مزعجني. برد تمام. غريب انك ما لعبته. لما اجت الفرصة. تمام.
لا لا يا هيمو، ايش اللعب هذا؟ لا 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 تحكي لنا نروح الفاصل، مش وقت الفواصل. انت من عندك 10 ثواني. لا فاز علينا هيمو، لا حول ولا قوة الا بالله. 2-2. طيب لازم نركز، لازم نركز. اوف شو كانت قريبة هالمباراة، اوف شو كانت قريبة هالمباراة. تمام الباني الثاني بلفتني كثير. تمام الباني الثاني راح يكون من طرفي، اللي هو البرق. البرق فانت منعت لي كرة نار اسهم، انا منعت لك برق وبوم تاور. بوم تاور جاهز؟ اقف رج مان شوف قلت يلا روح جاهز. شباب هسه قبل المباراة حطوا بوز واحكوا لنا مين راح يفوز، انا ولا لوردكس. يلا هي مجهز المباراة الأخيرة، ابدأ انت لا تكون جبان. يلا ها روح. ها في ريحة رويال جاين، في ريحة رويال جاين. مستحيل ألعبه ولك اخر فيديو نزلت من رويال جاينت. يلا شو كتلوا مني فيه، في ريحه رويال جاينت هون. يعني نصير 2 لاف اخر شيء ننهيها، مش حلو. قوم قال ابرا ما هو اخلاقي. اها 100% لافا خلاص، تاكدت. تاكدت انه لافا. انت يا تلعب بولر مع الكترو، هاي القصص صح. بالون فريز انت. ممكن ممكن لا ممكن لا إذا هي من مين اللي هنقول؟ تمام صار أتوقع كان جيد صح، ما هو سيء. لا مهم. شوف هون البطيخ هاد. جميل جميل جميل. الآن أنت معك البربري في إيدك، ممكن يكون في تومستون بس على الأغلب لا، لأن لما يكون فيها جوبلينز تشكيلات اللافا ما بيكون فيها تومسون بشكل عام، هيك بيحكي العيلة مندي. هون رحنا فيها على الأغلب. المنطاد حلو، حلوة من طرفك، ما بقدر أنكر لك إياها لأنه عرف إنه ما معي كثير البطيخ هيمو. فراح البرج. لا 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 محمد ما تقدر تخسر من 2-0 ل 3 بطيخ. مش مشكلة ما راح ألعب إشي نعوض. لا يا هيما، هيما شو بتسوي؟ البولر شو دخل هيما؟ البولر تبعك الدور. ليش البولر هيك سوى؟ تمام البربر طلعوا من ايدك المفروض. يمكن ما لا ما 30 ثانية، 30 ثانية فقط. هون كارثة، كارثة. في شي ضرب البرج صح؟ يي. لا هيما فاز علينا، عمل الربط. ليتس جو. واخيرا ردتكم. رديت الدنيا يا اخوان. لا للاسف ما في وقت. تمام جميل 3-2 خرافي خرافي. لا حول ولا قوة الا بالله. نعيط.